رمضان كريم مشاهدي قناة الظفرة الأعزاء، متابعين منصات التواصل الاجتماعي، رجعنا لكم ورجعت جوائزنا القيمة. مثل ما عودناكم في شهر رمضان المبارك، كل يوم بنربح ثلاثة أشخاص جائزة نقدية قيمتها 500 درهم إماراتي لكل رابح. اليوم بنعلن عن أسماء الرابحين لسؤال حلقة أمس، واللي كان في أي سنة بني نصب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن التذكاري في واشنطن؟ والجواب الصحيح هو في العام 1922، والرابحين هم منجية عيسى، حنان عمر، وفهد بن صالح. ألف مبروك للرابحين، رجاء التواصل معنا من خلال إرسال رسالة على المنصات الخاصة بقناة الظفرة، وسيتم التواصل معكم لتسليم الجائزة.